نرحب بكم مشاهدينا الكرام وتغطية جديدة تأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. حالة من الذعر الكبيرة انتشرت بين المواطنين بسبب الفيروس المخادع، وهو متحور جديد من كورونا تصدر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام، وذلك بعد ظهوره في عدة دول حول العالم. فما مدى خطورة متحور كورونا الجديد؟ وما هي أعراضه؟ وما هي الدول التي انتشر فيها؟ وما موقف مصر أيضاً من هذا المتحور الجديد؟ هذا ما سنوضحه الآن لحضراتكم من خلال تغطيتنا. تصدر متحور كورونا الجديد GM.1 محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد حالة من الذعر التي أثارها في عدة دول حول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أطلقوا عليه لقب الفيروس المخادع. وبحسب مركز بيانات مراقبة الأمراض، أصبح متحور كورونا الجديد GM.1 ثاني أكثر السلالات انتشاراً في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد متحور كورونا الجديد GM.1 مصدراً لقلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة في سبتمبر 2023، ومن ثم تم اكتشافه في 11 دولة أخرى. وفي سياق متصل، يؤكد الدكتور توماس روسو البروفيسور وكبير أطباء الأمراض العامة في جامعة في ولاية نيويورك الأمريكية، أن الأعداد في المختبر كبيرة بشكل عام وليس هناك أدنى شك في أنها ستستمر في الزيادة، مشيرا إلى أن المتحور الجديد ناتج عن سلالة أوميكرون. ونوه توماس روسو بأن المتحور الجديد يحتوي على أكثر من 20 طفرة، ومن أهم ما يميز هذا المرض وفقا للمكتب البريطاني هو وجود مشاكل في النوم والشعور كذلك بالخوف والقلق. ومن جانبه، علق الشهير باسم مركز مراقبة الأمراض الأمريكية على النتائج التي توصلت إليها المملكة المتحدة، وهو أن نوع الأعراض وشدتها عادة يعتمد على مناعة الشخص وصحته العامة أكثر من اعتمادها على النوع المسبب للعدوى. كما أكد الدكتور توماس روسو أستاذ وكبير أطباء الأمراض العامة في جامعة في ولاية نيويورك الأمريكية، أن السلالة الجديدة الشديدة تؤثر باستمرار في أوروبا في عدة دول مثل أيسلندا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وهولندا. وبعد انتشار هذا الفيروس في أكثر من دولة حول العالم، تساءل المصريين عن كيفية حماية أنفسهم من الإصابة بهذا المتحور الجديد. وأجابت وزارة الصحة المصرية على ذلك وقالت إنه من المحتمل أن تساعد الجرعات الأولية من لقاح كوفيد في الحماية من المتغير الجديد GM.1، وذلك وفقا لما نشرته وزارة الصحة على حسابها في منصة إكس. وبحسب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، فإن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، ولا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة لأوميكرون للأشخاص المصابين، كما نصح بالتطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية. ايضا سبق وان كشفت الدكتوره نهله عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعه عن اخر تطورات متحور كورونا الجديد، وقالت ان هذا المتحور يشبه بالشكل الكبير دور البرد، ولكنه يمثل خطوره على اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن والاطفال، واشارت الى انه اذا لم يتلقى علاج الاعراض يمكن ان يسبب تليف، لافته الى انه في حال ارتفاع درجه حراره الجسم بصوره مستمره يجب ان يذهب فورا الى المستشفى، وفي حاله مواجهه مشكله في التنفس ايضا. وقبل أن نختم مشاهدينا الكرام تغطيتنا، نؤكد على حضراتكم ضرورة اتباع بعض النصائح، ويجب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واستخدام الكحول وتهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى والتباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات وغسل اليدين بالمياه والصابون. كما يجب على جميع المواطنين تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا قد انتهت تغطيتنا، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.